عليك شغل إن شاء الله. في السكشن ده نتكلم على الـ MCI أو الـ Moving Coil Instrument، أو برضو ما بيطلق عليها بالـ Permanent Magnet Moving Coil أو الـ Permanent PMMC Permanent Magnet Moving Coil. طبعا بس عشان تبقى واخد بالك من الموضوع، فهي كل ال يعني ال MCI اللي هي ال Moving Coil Instrument أو Moving Coil Instrument، وال Moving Coil Instrument اللي هي ال MMII اللي احنا هنتكلم عليها في السكشن التاني اللي بعد ده، كلهم بيندرجوا تحت ما يسمى بال Indicating Instrument. أو ممكن نجيبها من الأول خالص، أنت عندك ما يسمى بال Deflecting Instrument. ال Deflecting Instrument ديت ما هي إلا ما دام ديفليكشن يبقى فيه انت عندك مؤشر، المؤشر او بوينتر بيتحرك على سكيل، انت عندك بوينتر كده بيتحرك على سكيل معين، تمام. طبعا الناتج او البوينتر ده يتحرك على سكيل، طبعا ده متدرج يعني مش مشكله، فانت القرايه بتاعتك تقدر تاخدها دايركت على طول من غير اي حسابات، يعني مثلا طلعت من 200 تاخد ال 200 على طول، مش شرط تضربها في سكيل او كده، تمام. الديفليكتنج انسترومنت دي بتتقسم لثلاث حاجات: الانديكيتنج انسترومنت، وإنديكيتنج انسترومنت يعني إنديكيتنج يعني بيانية، يعني أنت نفس الفكرة، أنت عندك مؤشر يتحرك على سكيل، فإما هيطلع لك القيمة بتاعتك ديت سواء أنالوج أو يطلعها لك ديجيتال، يعني يبقى عندك هنا مثلا أي شاشة كده صغيرة ولا أي حاجة يطلع لك فيها القيمة على طول، إنها مثلا 200 أمبير أو أيا كان، هنشوفها بي سي بعد، تمام. وده اللي بندرج تحته اللي احنا هنتكلم عليه السكشن ده، السكشن الجاي اللي هو الـ MCI والـ MII بتاعنا، تمام. تاني حاجة عندي هي ريكوردينج انسترومنت، وبما انت عندك ريكوردينج يعني حاجه بتسجل، يعني فانت بيبقى مثلا حاجه شكل الاسلسكوب بتاعك كده، فانت الاسلسكوب زي ما انت كنت مثلا بتعمل في الالكترونكس، انت عايز تجيب العلاقه بين الاي تو بي او الكاركترستيك بتاعت الدايود، او انت لو انت عندك في الموتورز بقى او ايا يعني كان، عايز تجيب التيار بتاعك مع الزمن وقت الستارتنج او يعني وقت معين، فانت بتجيب نقط عند أزمنة مختلفة وتبدأ تجمعها، فبيبقى ريكوردنج بيسجل النقط ديت وبيطلعها لك، أو بما يسمى بما يطلق عليه برضه الـ XY Plotter اللي هو بتاع اللي هو بيبقى بخص برسم القلب أو كده، تمام. تاني حاجة عندي أو تالت حاجة عندي هي الأخيرة الـ Integrating Instruments. الـ Integrating Instruments يعني تراكمية شبه العداد بتاع البيت بتاعك اللي هو بيقيس الانرجي بتاعتك المستهلكة، فبيقيس كيلو وات اور، فهي تراكمية يعني انت عمال بتعد، كل ما بتستهلك باور معين في زمن معين بقى يقعد يراكمه عشان في اخر الشهر تحاسب عليها وكده، تمام. فاحنا من دلوقتي بنتكلم على الانديكيتنج انسترومنتس، وبنتكلم على الاختصاص بتاع اللي هو في السكشن ده اللي عليه ام سي اي او الموفينج كويل انسترومنت او البيرمنت ماجنت موفينج كويل، تمام. والله ممكن يطلق عليه برضه وممكن يسموه دارسونيفال عشان برضه دي كلها تسميات لنفس ال MCI او ال بيرمانت ماجنت موفينج كويل او دارسونيفال. طبعا الابليكيشن بتاع ال MCI ده ان هو بيستخدم بعد كده، يعني الابليكيشن بيستخدم ان هو بيقيس بيشتغل كاميتر فولت اميتر او جلفانوميتر في الاساس، بس احنا كده بعد كده بنعمل له اكستنشن ان هو يبقى ميتر ويبقى فولت اميتر، بس هو بيقيس قيمة دي سي، وهنقول ليه هو بيقيس قيمة دي سي كمان شوية. فبما انه هو بيقيس قيمة دي سي فبيقيس ال average value بتاعتي، على عكس ال MII زي ما هنشوف السكشن الجاي ان هو بيقيس RMS يعني، تمام. طب عايزين نشوف ال construction بتاعي او بيتكون من ايه. construction هقولك اول حاجة هو اسمه permanent magnet moving coil، فانت عندك اول حاجة ال permanent magnet. ال permanent magnet دي بتبقى مواد هي موجودة في الطبيعة، دي بيبقى ليها يعني هي في الأساس بتبقى متمغناطة، يعني هي بيبقى ليها خواص مغناطيسية، يعني انت هي في الأساس موجودة كده كقطب شمالي مثلا وقطب جنوبي عندي، فأنا ممكن أعملهم كده، يبقى أنا عندي هنا قطب شمالي وقطب جنوبي، فأنت عارف طبعا إن المجال المغناطيسي بيطلع من القطب الشمالي للقطب الجنوبي خارج البول نفسه، تمام. بعد كده قال لك انت زي ما شايفين في موفينج كويل، يبقى أنا عندي في كويل عندي موجود، الكويل ده مثلا هيبقى ملفوف على قلب حديدي، انت عندك قلب حديدي كده على اسطوانة، تمام. وفي كويل بتاعي
ده اللي هيمر فيه الطيارة أو أيا كان. تمام، ولا أنت هتمر الطيار، فالطيار بتاعك هيمشي في ناحية في اتجاه، مثلا هيبقى هنا في اتجاه I، والناحية التانية هيبقى في اتجاه لتحت. تمام، إيه أنت خدت، لو أنت فاكر نظرية عمل أو الموتورز أو أيا كان في الثانوية، لو أنت بقول لك أنت ملف بيمر فيه تيار، ملف كويل كارنت كارينج كوندكتور أو كارنت كارينج كوندكتور، يعني أنت عندك كوندكتور بيمر فيه تيار كويل أو كارنت كارينج كوندكتور. تمام، is placed in magnetic field، محطوط في بي بتاعتي، والبي هنا جاية منين؟ من بيرمنت ماجنت عادي. اهم اللي بيحصل عندك ان انت بيحصل عندك فورس، الفورس ديت بتبقى والله بيحصل يعني ده بيمر في تيار، هو كمان بيجيب مجال، بينتر اكت مع المجال اللي جاي من بيرمنت ماجنت، بيبقى فيها اماكن فيها مجال عالي واماكن فيها مجال منخفض، فبيحصل فورس من المجال العالي للمجال المنخفض، فيحصل هنا بقاعدة فيلمنج دي الأسرة، ان يبقى في فورس هنا في اتجاه معين، كمان عشان غيرت اتجاه التيار هنا فالفورس التانية هتبقى في اتجاه معين هنا. تمام، لو انا قلت ان اللينس بتاع الكويل بتاعي، الملف بتاعي ده ال والويتس ده دبليو، فيبقى انت هيحصل عزم عندك، عزم ازدواج نتيجة التو فورسز ديت اللي هي الاف في الدبليو بتاعك. تمام، وعليه انا كنت بقول ان الاف بتاعتي الفورس الناتجة دي بتتناسب مع البي. تمام، الفورس بتاعتي بتتناسب مع البي اللي هو الفلكس دينستي اللي في الاير جاب او الهواء اللي هنا او اللي جايه من البيرمنت ماجنت، والاف برضه بتتناسب مع التيار اللي ماشي في الكويل بتاعي، والاف بتتناسب مع طول الكويل، فالاف من هنا كنت بقول انها بتساوي البي في الاي في ال، طبعا عشان هما متعامدين على بعض، فكنت كنت بقول قبل كده ساين ثيتا، بس هما عشان متعامدين على بعض مفيش ساين. تمام، طب لو الكويل ده ليه عدد لفات معين يبقى في ان، يبقى ال F بتساوي ال B في ال I في ال L في ال N. تمام، والله اقول لك انت التورك بتاعك الناتج ده هو اللي هيعمل ايه دلوقتي، هو اللي هيعمل هيلف في الكويل بتاعي، عشان كده سموه T deflecting، deflecting تورك، يعني التورك اللي هيعمل على ان الكويل ده يلف. تمام، قال لك والله انا لو جبت الكويل من هنا، تمام، ووصلته كده على بوينتر، والبوينتر ده بقى على سكيل معين، طبعا الكويل بتاعك هيلف نتيجة التورك ده، فيبدأ البوينتر ده يتحرك على السكيل بتاعه، فده بيسموه الديفليكتنج تورك. يبقى أول حاجة عندي بتتكون الديفليكتنج تورك اللي هو هيبقى بيساوي الإف في ذراع العزم بتاعي اللي هو الويدث أوف كويل اللي هو في إف دبليو. تمام، وعليه إن التي دي بتاعي هيساوي البي في الأي في الإل في دبليو في إن، وأنت عارف إن الأريا بتاعت الكويل بتاعتي هي عبارة عن ال L في ال W، فبالتالي ال T دي بيساوي ال B في ال I في ال A في ال N، لو حد فاكر يعني بيان يعني. تمام، فقال لك والله ان انت في ثابت ده، في اجزاء ثابته هنا عندي، لان ال B دي جايه من البيرمنت ماجنت، ال area بتاعت الكويل بتاعتك، وعدد لفات الكويل دول كلها حاجات ثابته، يبقى ال T دي قال لك ان هي بتساوي G في ال I. ايوه، ال deflecting torque بيساوي ثابت، اللي هو الثابت ده بسميه G، او بيسميه التورك كونستانت بتاعي، مضروبه فين؟ مضروبه في الاي بتاعتي. قال لك والله، معلش الريكوردر فصل، بس قال لك والله ال deflection تورك ده اللي هو بيساوي جي في الاي بتاعك، هو بيكون مسؤول عن ان هو يتغلب على 3 حاجات عندي اللي هنشوفهم كمان شويه. اول حاجه الانيرشيا بتاعتي بتاعت الاجزاء الدواره بتاعتي، لان اي جزء دوار بيبقى ليه شبه الماس كده، بس هي بتبقى للاجزاء الدواره اللي بيسموها انيرشيا، ده يعني خليها بالصوره دي اسهل لك. تاني حاجه، حاجه اسمها الكنترول تورك والدامبنج تورك، هنشوف ايه الكنترولنج تورك وايه الدامبنج تورك. بس انا بقول لك دلوقتي، انت بما ان حصل ديفليكشن تورك، فطبعا احنا هيمر تيار هنا، تمام، التيار ده اللي انا بعد كده هكون بقيسه، يعني هيعمل ده يتحرك على البوينتر ده، فالبوينتر ده اللي هيضمن ان هو هيقف عند قيمه معينه. فقال لك والله عشان توقفه عند قيمه معينه اللي انت عايز تقيسها، بروح جايب هنا تو سبرينجز بتاع عند سبرينج، هحط سبرينج هنا، تمام، وسبرينج هنا كمان. السبرينج ده هيجيب ما يسمى بالكنترولنج تورك،
والكنترولينج تورك ده مسؤول عن حاجتين اتنين. الحاجة الأولانية إن هو يخلي البوينتر بتاعك يقف أو ما يتحركش بيوند الفاينل ديفليكشن، يعني ما يتحركش عن القيمة اللي أنت المفروض تقيسها. تاني حاجة، لو أنت شلت الأي بتاعك بتساوي صفر، فالمفروض إن البوينتر بتاعك يرجع تاني للصفر بتاع السكيل، ولكن هو مش هيرجع، فهو بيبقى مسؤول عن إن هو يبرينج البوينتر باك تو اتس زيرو عشان يوقفه عند الزيرو بتاعه. تمام، فاحنا دلوقتي عرفنا الكنترول تورك بيعمل ايه. تمام، فالتي سي ده بيساوي، هيبقى بيساوي ثابت بيسميه تي سي مضروب في ثيتا. تي سي ده بيبقى ليه علاقة بالتنشن وكلام من ده، فاحنا مبناخدلوش أي قانون، يعني هو قانون بس احنا بناخده على طول زي ما هو، بنسميه الكنترول سبرينج تورك كونستانت او الكنترول سبرينج كونستانت تورك كونستانت. تمام، فالمفروض ان دلوقتي لما يتزن التي دي بتاعك مع التي سي، ان هما الاثنين هيساووا بعض، فيبدأ البوينتر بتاعك يقف عند النقطة اللي انت عايز تقيسها، ولكن لوجود انيرشيا معينة للسيستم بتاعي بيبدأ ان هو ما بيوقفش على طول، انما بيبدأ يتأرجح حوالين الفاينل بوزيشن او الستيدي ستيت بوزيشن بتاعتي. يعني المفروض ان هو هيقف هنا مثلا ثيتا معينة، فيبدأ ان انت في الاخر تلاقي ان هو عمال بيعمل كده، بيتأرجح حوالين الفاينل او الستيدي ستيت بوزيشن بتاعتي. ده على حسب طبعا السيستم بتاعي اوفر ولا اندر ولا كوباية، يعني ده اندر دامبنج. تمام، فانا بجيب وسيلة معينة عشان اعمل بيها دامبنج بسرعة للسيستم بتاعي عشان يوصل للستيدي ستيت بسرعة. فبيبقى في عندك نوع من انواع التي دي اللي هو الدامبنج تورك، ده بيبقى ناتج نتيجة سواء بقى دي كارنت فريكشن او الاير فريكشن دامبنج او ايا كان، يعني او الفلويد فريكشن يعني. تمام، بس عامة احنا ده بيكون قبل ما يحصل ستيدي ستيت، بس لما يحصل ستيدي ستيت ساعتها هيبقى بيساوي ان انت هتهمل التي دي بتاعك، وبتهمل برضو الانيرشيا تورك اللي انت بتعايز تتغلب عليها، فبيبقى عندك الفاينل عندي لما في الايكوليبريم اللي هو في الاتزان او في الستيدي ستيت بتاعي، التي دي بتاعك بيساوي التي سي. طبعا التي ده تي ديفليكشن تورك اللي هو بتساوي جي في الاي، والتي سي بتاع الكي سي في الثيتا، ده ثابت وده ثابت، ومن هنا اقدر اقول ان الاي بتتناسب مع الثيتا، عشان كده بقول ان ده لينير سكيل، لان الثيتا بتاعتك يعني اللي هو التغير بتاع البوينتر على السكيل بيتغير تغير لينير مع تغيير التيار، وبالتالي ده بيشتغل في الدي سي. فبعد كده الابلكيشن بتاعنا انا هشتغله في الدي سي، ان انا عايز دي سي كارنت او دي سي فولتج. تمام، طبعا ده الشكل بتاعي، هو ده البيرمننت ماجنت، وادي الكويل بتاعي اللي ملفوف عليه كور، وادي يبقى انت عندك اول حاجه بيرمننت ماجنت، تاني حاجه كويل ماونتد اراوند ا كور، بعد كده عندك البوينتر والسكيل، وبعد كده عندك 3 او 4 او 4 و5، وعندك كده كده السبرينج، ومفروض يبقى عندك كمان 6 اللي هو الدامبنج، وسيله الدامبنج اللي انت بتشتغلها على حسب ما احنا قلنا. تمام، احنا نبدأ نحل في الشيت بتاعي. فبيقول لي كويل موفينج انسترومنتال لينث اوف، مديني ال بتاعتي ب 4 سم، مديني ال W ب 3 سم، مديني ال N ب 70، ذا فلكس دينستي في الاير جاب، مديني ال P بتاعتي عبارة عن 1/10 تسلا او ويبر على المتر تربيع، والكنترولنج تورك نصف 10^7 نيوتن متر على الدجري. هو بيقول لي كنترولنج تورك على طول، فهو هنا مديني، هل هو مديني T سي ولا كي سي؟ هقول لك والله تعرفها من الوحدة بتاعتك، انت عارف ان التورك بتاعك نيوتن متر، والتي سي بيساوي كي سي في الثيتا، فلو هو هيديك كي سي يبقى هيدالك نيوتن متر، يا اما على الراديان يا اما على الديجري. هو هنا مديني نيوتن متر على الديجري، بقى هو مديني كي سي نصف 10^7 نيوتن متر على الديجري. فانت بتتكلم دلوقتي ان الكي سي بيساوي نصف عشرة سالب سبعة نيوتن متر على الديجري، والبي بتاعتك عبارة عن 1/10 تسلا. طبعا ال L مديهالك وال W مديهالك، من هنا ممكن احصل على الاريا اللي هي 3 في 4 بس في 10^4 عشان تبقى متر تربيع. ومن هنا انا عندي، هو المطلوب من عندي ال I اللي يديني ثيتا بتاعتي بتساوي 60 درجة، يبقى انا من هنا اقول في ال steady state ان ال TC بيساوي ال TD، ال TC بيساوي KC في الثيتا بيساوي ال TD اللي هو او ال TD
تي دي اللي هو بيساوي كي سي في الثيتا، التي دي اللي هو قصدي التي سي بيساوي كي سي في الثيتا، والتي دي بيساوي جي في الاي. فيبقى انت مع عايز جي اللي هو البي في الاي في الان في الاي، انت عايز تحسب التيار. طب كي سي هو مديهالك بكام؟ نص في 10 اس سالب 7. تاخد بالك الديفليكشن يعني بتدولي راديان ولا ديجري، عشان لازم نعوض بيها بديجري لان ديت نيوتن متر على الديجري، تبقى مضروبة في 60. طبعا البي بتاعتي اللي هي بتساوي 1/10 في 12 في 10^4 الاريا في 70 في التيار. تعرف تحسب التيار من هنا، دي تبقى أول مسألة عندي. تمام. تاني مسألة عندي، الكويل موفينج انسترومنت هاز ذا فولوينج داتا، a length of 3 سنتي او width of 2 سنتي and meet turns the flux density. انا مديني ال L مديني ال W ومديني ال N. the flux density مديني ال B بتاعتي كذا، مديني ال controlling torque برضه نص في 10^7. تمام. و required to give deflection اللي هي ب 60. تمام. طب ده دي المسألة تقريبا انا حليتها اللي فاتت، هي نفس الأرقام تقريبا، بس هو هنا بيقول لك والله حالة تانية، لأن عايز ال deflection torque، عايز ال TD لما يكون التيار بتاعي 8 مللي أمبير. طبعا انت عارف ان التي دي بيساوي الجي في الاي اللي هي بتساوي البي في الاي في الان في الاي. انا مديني طبعا البي ب 1/10، مديني الاي اللي هي 3 في 4 12 في 10^4 مضروبة في الان بتاعتي اللي هي 100 لفة، هنا كانت 70 ما فرقتش في حاجة، والاي بتاعتي اللي هي 8 في 10^3. يبقى انت كده جبت ده نيوتن متر. تمام. والله عايز الديفليكشن، عايز الثيتا. لو الكنترول سبرينج كونستانت بيديني الكي سي ب 20 في 10^7 نيوتن متر على، يبقى انت هتقول من هنا الاكوليبريم التي سي بيساوي التي دي، يبقى الكي سي في الثيتا بيساوي القيمة اللي انت حسبتها من هنا، بتساوي طبعا الكي سي اللي هو 20 في 10^7، يبقى الثيتا هتطلع من هنا ايه؟ تطلع بالديجري، لأن هو هنا نيوتن متر على الديجري. في مشكلة كده لحد دلوقتي؟ تمام. A coil moving instrument is wound non-conductive former whose height and width بيديني ال L وال W بتاع الاتنين 25 مم. طبعا هنا هتبقى 25 × 10^6 عشان تجيب قيمة التربيع دي للـ area. مديني ال B بتاعي ب 1/10 تسلا if the control exerts a torque نيوتن متر على ال radian، يبقى هو مديني ال KC هنا بس 320 × 10^7 نيوتن متر على الراديان. How many turns must be wound on the، عايز عدد اللفات عشان يعمل ديفليكشن الثيتا ب 140 درجة والتيار بتاعي ب 12 مللي أمبير. طبعا هقول برضه إيكوليبريم، يبقى التي سي بيساوي التي دي، التي سي بتاع اللي هو كي سي في الثيتا، بس هنا هقول 320 × 10^7 ده نيوتن متر على الريد في 140، فانت ديت عايز تحولها راديان، تضربها في باي على 180. تمام. عشان تحولها لراديان طبعا بتساوي التي سي اللي هي البي، البي بتاعي 1/10 في الاي 25 تربيع 10^6 في 12 اللي هي التيار في 10^3 في الان. عارف اجيب من هنا عدد اللفات بتاعتي، حتى لو طلعت كسر المفروض انت هتقربها او كده. تمام. اخر حاجه عندي هي الابلكيشنز اللي موجوده عندي، الابلكيشنز بتاعت ال موفينج كويل انسترومنت. انت بتبقى عارف ان هو بيستخدم هو في الاساس كجلفانومتر، او هو بيقيس تيار بس في رينج معين اللي هو الفول سكيل ديفليكشن بتاعك بيوصل حوالي 50 مللي امبير. تمام. فانت بيبقى الفكره كلها ان انت بتبقى عايز تعمل اكستنشن لل للقيمة بتاعة التيار اللي يقدر يقيسها دي. فوالله هو بيبقى انت عارف الاميتر بتاعك بيتوصل من سيريز. تمام. فانت هيبقى عندك مقاومة هنا، ادي ده الشكل مثلا بتاع الجهاز بتاعك اللي هو اللي انت بتوصله. فده الجهاز بتاعي، الجهاز ده بيبقى ليه internal resistance. ال internal resistance ديت هسميها مثلا اللي هي ال RM بتاعتي. تمام. دي طبعا بتتوصل توالي لان انت عايز تقيس تيار، فبتوصل توالي عندي. فده مثلا التيار بتاعك اللي هو الاي ام في الحاله دي هتوصل حوالي 50 مللي امبير. كل انا عايز اعمله ان انا عايز اقدر اخلي الجهاز ده يقدر يقيس تيار اعلى، تيار اعلى، بس هو كده كده ان الكويل بتاعي ما يتحولش اكتر من 50 مللي امبير. يبقى انا عايزه الكويل بتاعي ما يمرش غير 50 مللي امبير فيه، بس اقدر اقيس تيار اعلى. كل انا عامله ان انا هجيب مقاومه هنا اوصلها بالتوازي. طبعا المقاومة ديت اللي هي الار شنط ديت هتبقى
اقل بكتير من الار ام، يبقى الار شنط بتاعتك اقل بكتير من الار ام. ليه؟ عشان التيار اللي هيجي هنا يتقسم للاي ام بتاعتي اللي هي اخرها 50 مللي امبير مثلا، والاي شنط يبقى اكبر بكتير، فبالتالي ان التيار اللي هيمر في الدايره بتاعك ما بقاش بس اي ام، ولكن دلوقتي بقى اي اللي هو مجموع اي ام زائد اي شنط، واي شنط دي هتبقى كبيره جدا لان الار شنط بتاعتك صغيره قوي، فتعرف تسحب التيار من الفرع ده، وبالتالي انا اقدر احافظ على الانسترومنت بتاعتي او الجهاز بتاعي ان هو التيار بتاعه ما يزيدش عن 50 مللي امبير، وبالتالي ما يتحرقش. تمام. فانت عندك دلوقتي عايزين نجيب بقى قيمه ار شنط، مثلا قيمه ار شنط required اللي تخلي لك ان هو مثلا يقيس كذا. تمام. انت كان بيبقى معاك بقى الار ام بتاعته واللي هو الجهاز بتاعك الانترنال ريزيستنس بتاعته قد ايه، ويقدر يقيس التيار قد ايه، يعني الجيفن بتاعك بيبقى غالبا الار ام والاي ام، وبيبقى هو مطلوب الار شنط عشان اخلي الجهاز ده يقيس مثلا 50 امبير ولا ايا كان. فانا اقول من هنا ان انت عارف ان ممكن بقى نثبتها قانون عادي خالص، ان انت عارف ان الاي ام في ار ام يساوي الاي شنط في الار شنط، لان هو هنا بداية ونهاية مع بعض، يبقى الفولت عليهم متساوي، يبقى الاي ام في الار ام بيساوي اي شنط في ار شنط. ومن هنا بالكيرشوف كارنت لو انت عارف ان الاي بيساوي الاي شنط زائد الاي ام بتاعي. طبعا انا مش معايا الاي شنط، بس انا هيبقى معايا الاي اللي هو مديهولي، فاقدر اشيل من هنا الاي شنط واحط مكانها اي ناقص اي ام، ومن هنا اقول ان الاي ام في الار ام بيساوي اي شنط، او مش اي شنط بقى، اللي هي اي ناقص اي ام في الار ام بتاعتي. ومن هنا اقدر اقول ان الار شنط دي هتبقى قصدي ار شنط، من هنا اقدر اقول ان الار شنط بتاعتي بتساوي اي ام في الار ام على اي ناقص الاي شنط بتاعتي. تمام. دي اول حاجه عندي لو انا عايز اعمل اكستنشن لكاميتر. انا دلوقتي هقول لك اهوت الطريقه بتاعتي، انا عندي 100 مايكرو اميتر، يبقى انت التيار اللي هو الاي ام بتاعك 100 في 10 سالب 6 امبير، والانترنال ريزيستنس بتاعتي الار ام بتاعتي عباره عن 800 اوم. هو بقى يستخدم ان هو يقيس اي بتاعتي مثلا من 0 ل 100 ملي امبير، فبقيس 100 في 10 سالب 3 امبير، يعني انا خليته بدل ما يقيس بالمايكرو امبير بقيت اخليه بالملي امبير. تمام. find the value of the required shunt resistance، انت عايز الار شنط زي ما اتفقنا اللي هي عباره عن اي ام في الار ام على اي ناقص الاي ام بتاعتي. تمام. فالمفروض ان اقول لنا 100 في 10 سالب 6 في 800 على 100 في 10 سالب 3 اللي هي الاي ناقص 100 في 10 سالب 6، هتلاقي ان الار شنط طلع 8 من 10 اوم تقريبا. تاخد بالك بقى من الفرق ما بين الار ديت اللي هي زي ما اتفقنا ان الار شنطه هتبقى صغيره جدا. تمام. بعد كده الابلكيشن اللي انا عايز اخليه يشتغل ك فولت ميتر. تمام. فانت والله انت ادي المقاومه الداخليه بتاعتي، ادي ده الجهاز بتاعي في الاساس، انت ده ليه لي ار ام. تمام. لي ار ام هنا، ودي جهد معين هنا، وبيمشي في تيار اللي هو الاي ام بتاعي. هو طبعا ما يقدرش يسحب اكتر من كده. طبعا انت عارف الفولتميتر بتاعك هيتوصل توازي في الدايره، المفروض انا هوصله توازي، فالمفروض ان هو عشان عايز فولت اعلى ان هو ما ياثرش على التيار بتاع الدايره. فبالتالي بما انك عايز تعمل له اكستنشن ان هو يشتغل كفولتميتر، لازما ان هو ما يسحبش تيار اعلى من الدايره. تمام. عشان هي لو مقاومته صغيرة هيبقى هيسحب تيار عالي، وبالتالي الاي ام ده هيعلى عن ال 50 مللي امبير اللي هو كان بيقيسه مع المايكرو امبير، وبالتالي هيحرقه. فبالتالي انا بحط مقاومة ان سيريز، المقاومة دي بسميها الار اس او الملتبلاير، بيسموها الملتبلاير عشان مضاعفة جدا بتبقى كبيرة جدا. فالار ملتبلاير دي بتبقى كبيرة جدا بحيث ان انا لما احط الجهاز بتاعي ده ان باراليل، يبقى التيار اللي هيسحبه ده ما يعديش القيمة اللي تحرق الملفات بتاعتي. وبالتالي انت بتبقى عندك الجهاز بتاعك مثلا انت دلوقتي هيقيس فولت معين. تمام. دلوقتي انت بتبقى معاك الاي ام برضه اللي هو كان بيعرف يقيس لان هو كان بيشتغل في اساس جلفانومتر، ومعاك الار ام بتاعتك اللي هي الانترنال ريزيستنس والتيار اللي كان بيقيسه، وعايز تحسب او هو يقول لك انا هحسب، انا هخلي الجهاز ده يقيس فولت معين، احسب لي الار اس او الملتبلاير بتاعك. تمام. هتقول من هنا والله ان انت عارف ان الجهد ده هيتقسم على الار اس والار ام، فالجهد بتاعك هيساوي
الـ IM في الـ RS زائد الـ IM في الـ RM، تمام؟ ممكن أقول من هنا إن الـ V ناقص IM في RM يساوي الـ IM في الـ RS بتاعتي، أو من هنا أقدر أقول إن الـ RS بتاعتي هقسم الـ IM، يبقى V على IM ناقص الـ RM. يبقى من هنا تعرف تحسب المالتبلاير بتاعك اللي هو الـ RS عبارة عن V على IM ناقص الـ RM بتاعي، تمام؟ فهنا هيقول لك أنا عندي مالتبلاير ريزيستنس، عايز أحسب المالتبلاير ريزيستنس، أنا عايز أحسب الـ RS. ليه 50 فولت؟ يبقى مديني الفولت دي سي فولتميتر ذات يوزد تو 500 مايكرو أمبير متر موفمنت، تمام؟ يعني هو في الأساس كان بيقيس الـ IM بتاعته 50 في 10 سالب 3 سالب 6 أمبير، والـ internal resistance اللي هي الـ RM بتاعتي عبارة عن 1 في 10 3 أوم، تمام؟ احسب لي الـ RS بتاعتك، الـ RS بتساوي الـ V على الـ IM ناقص الـ RM، فبالتالي أنت عندك الـ V 50 على الـ IM 50 في 10 سالب 6 ناقص الـ RM بتاعتي اللي هي 10 أس 3 تديك تقريبا 99,000 أوم. طبعا أنت شايف إن المقاومة ديت أكبر بكتير من الواحد كيلو أوم زي ما قلنا، لأن هو بيزود المقاومة عشان ما تسحبش من التيار بتاع الدايرة. وبكده يكون السكشن خلص، فإن شاء الله نشوف السكشن المرة الجاية بتاع الموفينج أيرون انسترومنت.